السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حبيبة، حياكم الله في القناة. Hello, my name is حبيبة. Welcome to the channel. So hello again everyone. Welcome to the channel. For today video, I'm doing fan art for Kiki from Animal Crossing New Horizon. She looks so cute. Really. I haven't found her, but I thought to give her a shot and ever going for him, and if anyone going to do this guy for me, I will be grateful. Of course, I know most of you you are going to request for a lot of money. Yes, what is today complaining? بتكلم عن كمانش ياني. جاني هذا الإنسان قال لي واو أنت عارف تسوي بيكسل آرت. Okay, yeah, They was selling say. I sell okay. فعطوني ديزاين. أول مرة أنا سويتها. ثاني مرة كانت تقول لي أبا نفس الشكل نفس الألوان. أوكي مسويت نفس الشكل، قلت لها الديزاين أوكي نفس الشكل. قالوا أوكي. إنزين يعني هنا لا أتابع، يمكن 3 أيام 4 أيام كنت أسوي فيها. دفعوا لي فلوس. فيوم رويتهم الديزاين، اليوم الثاني قالوا لا الديزاين مختلف. قلت اوكي ما مشكلة الديزاين مختلف، خلوني اسوي مرة ثانية. اليوم الثالث يعني كل يوم يقولوا لي الديزاين مختلف الديزاين مختلف. ثالث يوم قلت لهم الديزاين اوكي، قالوا لي اوكي. يعني قلت لهم حتى اقدر اسوي بروسس، قالوا لي اوكي. عشان الالوان قالوا يوم يا اليوم الرابع، يوم يا اليوم الرابع قالوا لي الديزاين مش اوكي، مش نفس اللي انا شفته، ف ومش نفس الالوان اللي انا اباها. قلت لهم هاي اقرب الوان وانا افضل، يعني مش اللي انا افضل، يعني هاي اقرب الوان انا حاولت اني اوصل. فقالوا لي لا عاد. انا في اليوم الرابع اتابع مع واحد كبير اصلا لا تبلك بحدث يستوي لك خارق الذكاء ويقول لك أبغى أسوي كذي، أبغى أسوي كذي، أوكي أنا سويت كذي اللي تبغاه، وقلت إن الديزاين أوكي باقي الألوان. يعني ليش تيجي في يوم الرابع تقول لي إن الديزاين مش أوكي؟ ما أنا أقول لك الديزاين أوكي ولا لا، يعني ليش؟ المهم بعد ما صدوا فكرة الديزاين والبكسل، يعني بكسلت وتم وقولوا لي أبغى نفس أنيمال كروسنج ما أدري كم 2000 وما أدري كم. أنا أنيمال كروسنج اللي قبل ما لعبت هنا عشان تقول لي هذا الكلام. ربك اني لعبت هذا الالم وصوتي، حسبي الله على العدو. المهم رديت لهم فلوسهم، قلت لهم اعذروني يا ما اقدر الصراحة، انا يجيني حكي لي خنبوق انا ما اقدر. قومي الناس هاي، وهاي المأساة اللي صارت لي الصراحة، حسبي الله على العدو. وصح لا تنسوا تسووا لايك شير سبسكرايب، شو بعد الكلمة بعد كلمة، وتتابعوني في هذيل السوشيال ميديا اللي حاب. شوف انا اكثر شيء في تويتر، انستغرام ما صرت اتابع فيه، فيسبوك اتابع بس حق البوستنج، تيك توك اوفر هناك انا. فان شاء الله نشوف شو نقدر نسوي وما نسوي. يلا نشكركم جميعا على المتابعه، ان شاء الله نشوفكم في فيديو ثاني. باي.